بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مشاهدينا مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية. نرحب بكم أجمل ترحيب ونحن نعيش هذه الأيام الأليمة، أيام محنة فاطمة سلام الله عليها وما تعيشه من حياتها الصعبة مع قوم غدرت في أحلك ظروفها. نعم أحبتي الكرام، عاشت الزهراء وهي في هذه الظروف لتتخذ قرارات حاسمة، قرارات تنبع من فطنة وحكمة. أراد الله أن تكون لفاطمة تلك المنزلة لنعرف كيف واجهت بقراراتها أن تكون للأمة ذلك المصير المأساوي وكيف عالجته بهذه القرارات الحاسمة. أحبتي الكرام، معي في هذه الحلقة الضيفة العلوية الدكتورة الأستاذة فرح الفاضلي، الأستاذة الأكاديمية في جامعة الكوفة. نرحب بك أجمل ترحيب. حياكم الله وبياكم. حياك الله. وهذه الحلقة سوف نتحدث فيها عن أمر مهم جدا وهو اتخاذ القرار. حقيقة فاطمة سلام الله عليها كان لها مواقف عظيمة ومواقف يمكن أن يكون للقرار أهميته عندما يتخذ في موقف صعب، لكن فاطمة كيف كانت قراراتها؟ من أين نبعت تلك القرارات؟ وكيف كان تأثير ذلك القرار على حياتها وحياة المجتمع الذي كانت تعيش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعزي صاحب العصر والزمان بتجدد ذكرى استشهاد مولاتنا وفاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. نعم. على الرغم من الأعوام القليلة التي عاشتها الزهراء عليها السلام وعلى صغر سنها، لكنها وكما عرضتم في البرنامج وعرضنا في حلقات سابقة أنها تعرضت للكثير من المحن، وأن هذه المحن أحيانا تجعل بالإنسان أن يقف، يجب أن يأخذ قرارا حاسما. مثلا أحارب، أتوانى، أتوارى، أتقي، أتخاذل. والزهراء عليها السلام عاشت في فترة محنة. نعم. يعني كلنا تعرضنا إلى حروب في بلادنا وبلدنا، ولاحظنا في هذه الأوقات كم هناك من تشتت، من ضياع، من مشاكل، فكيف بحياتها من بداية إلى نهايتها على هذا الوضع؟ نعم. الزهراء عليها السلام لديها قرارات مختلفة. مرة قرارها بزواجها من الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فمثلا حين نستذكر الرواية وهي لا تخفى على الكثيرين أن الكثير تقدم إلى خطبة السيدة فاطمة عليها السلام، طبعا ابنة رسول الله، المرأة كل أراد أن تنكح لجمالها وحسبها ونسبها. طيب هي ابنة من؟ الخاتم. نعم. الأنبياء، وابنة خديجة الكبرى التي هي من أشراف مكة. ثم لا يعني تعلمين أن البعد التجاري والسياسي والاقتصادي في خطبة السيدة فاطمة. يعني أنت من تخطب السيدة فاطمة هناك أبعاد. أكيد. يعني فهناك دراسة يعني خطط مدروسة قبل أن يتقدموا لخطبتها. نعم. فكان الرسول ماذا يقول؟ يستشيرها رغم أنه ولي أمرها. نعم. لكن من إكرام الإسلام للمرأة أنه منح للمرأة حق الرفض أو الموافقة. على الرغم من كثرة من تقدموا إلى خطبتها، لكنها اختارت من؟ الكف. اختارت من يكافئها. نعم. أنا هنا أتوجه لكل فتاة، نحن لو نأتي إلى عمر السيدة فاطمة الزهراء يقال إنها تزوجت وهي في 8 أو 9 سنوات. من اختارت؟ يقال إنه لو لم يخلق الله علي لما كان هناك في الدنيا أي أحد كفؤ لفاطمة سلام الله عليها. نعم. اختارت ومنحها الرسول حق الاختيار، وهنا اتخذت قرارا بزواجها من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا الزواج المبارك، تخيلي مثلا ما تزوجت فاطمة علي بن أبي طالب، يعني ما كل حسين.
نعم. يعني ما يكون عندنا الإمام الحجة، يعني ماكو بيعة الغدير، أكو أمور متوقفة على هذا القرار. فقرار السيدة الزهراء من زواجها بعلي هو توحيد لصورة الله سبحانه وتعالى يريدها. طيب، هذه السيدة الجليلة العظيمة هي سيدة وهي في رحم أمها، أو ربما قبل أن نور قبل هي نور وهي سيدة وهي عاشت في منزل فيه العلم وفيه الرسالة المحمدية وفيه القرآن وفيه التفسير وفيه فيه زغب جبرائيل سلام الله عليه، وهو يوحي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هي عاشت في خضم هذا، هي كانت ببساطة عرفت كيف تختار. الآن أنا لو جئت للعالم الحالي، يجب حين أختار، سنأتي إلى اتخاذ قرارها بالزواج، هذا أول اتخاذ قرار. حين نأتي ونختار زوجا، يجب أن يكون هناك دراسة لهذا الأمر. نعم. وهناك حكمة وفطنة. نعم. أولا يجب أن يكون الهدف من الزواج أن يكون زوجي هو مناصري وسندي في أن أخدم مولاي المنتظر، ونحن في زمن الظهور. نعم. ولا يجعلني أتوارى وأتباطأ وأتكاسل في هذه الخدمة. يجب أن يحقق الشخص الذي أختار ماذا؟ الهدف الكبير، وهو إعلاء كلمة الحق، والأخذ بثار الحسين، والأخذ بثار فاطمة الزهراء. بمعنى أنه كل امرأة يجب أن تقتدي بالزهراء، وتختار الشخص الذي تراه كفؤا لها، ولا تزهد بنفسها. وإذا تطلب الأمر أن تأخذ الوقت الكافي، خذي الوقت الكافي، واتخذي قرارك بدراسة، واعلمي أنك أي إنسان فليعلم أن الله سبحانه وتعالى في النهاية مشيئته هي التي تجري. يعني السيدة الزهراء سلام الله عليها، المشيئة جرت أنه الحسين يقتل مظلوما، وأنه يكسر ضلعها، وأن المحسن يسقط، وأنه فدك تروح. لكن ما على الزهراء ماذا؟ قراراتها اتجاه كل هذه المواقف. الله كتب على السيدة الزهراء هذه الأمور، لكن هو يعني طلب منها أنه تسوي كذا كذا كذا، هو امتحنها هي عليها شلون. الإنسان مخير في اتخاذ قراراته في مثلا كثير من الامور، ليس مسير، والا الله سبحانه وتعالى يعني ليس له الحق، وحاشا لله ان يحاسب عبده اذا كان مسيرا. موضوع التخيير والتسيير هو فيه الكثير من البحث. نعم. نحن مثلا مخيرين ان نشرب هذا الماء، تمام، في هذا القدح او في الزجاجه. نعم. لكن هنالك أمور أنت لست مخيرة فيها أبداً. نعم. هنالك أمور سبحانه يعني الله. لا، أنا أقول مخيرين في اتخاذ القرار. نحن مخيرين في اتخاذ القرار، لكنها بالنهاية المشيئة الإلهية تجري بمشيئته هي. نعم أكيد. تمام. فالسيدة الزهراء هي تعلم أنها يعني سوف تتعرض عفواً لحالة من الغصب، حالة من المظلومية، ستتعرض للكثير من الأذى، وهو هذا الأمر ترى طبيعي. يعني الآن احنا لو نأتي إلى العصر الحالي، أي إنسان صاحب جاه، صاحب سمعة قوية، صاحب مثلا أموال مثلا، وعنده بس بنت واحدة، نعم، يعني تخيل أين يضعها؟ يضع يعني يعطيها للشخص المناسب الذي يحفظ مالها ونسلها ويحافظ على هذه. أرث الرسول أكبر حتى من الأرض التي وهبها أرث الرسول. ولماذا الله سبحانه وتعالى أختار أن يكون فقط فاطمة مثلا؟ هل صعب على رب العالمين أن يكون عنده يعني بنات، أو يعيشون البنات مثلا ما يعني يأتيهم الأجل بوقت مبكر؟ أكيد هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا نتدخل في مشيئته. نعم. هذا هو العالم بكل شيء ومحيط بكل شيء. لكن نحن نأتي إلى قرارات الزهراء. نعم. تلك العالمة،
تلك التي هي الله جعلها سيدة لنساء العالمين أجمع، تلك القدوة، تلك النور المشكاة التي ينير دربنا. نحن الآن نسير على نور فاطمة ونهج فاطمة، ويجب أن تكون قراراتنا عندما نتخذها من ذلك المنهج. كيف اتخذت القرار؟ أي فعل، أي تقرير، أي قول، أي نستطيع أن نقول أنه ماذا؟ يجب أن نحن أن نقتدي بهم، نقتدي بهذا السلوك. نعم، سلوك الإمام الفلاني أو السيدة الزهراء أو سلوك النبي الفلاني تجاه الموقف الفلاني يجب أن أقتدي به وأتصرف مع المواقف، لا أقول المشابهة، نحن لا نأتي إلى مواقفهم ولا نصل إلى مظلوميتهم إطلاقا، لكن نقول أنه في بعض المواقف يجب أن نقتدي كما فعل ونفعل. نعم. فمثلا في اتخاذها قرار الوقوف مع زوجها، نعم، وشريكها، والدفاع عن الولاية، والدفاع عن الولاية، هي ليست يعني المرأة يجب أن تنصر زوجها. يعني كم كان عدد الصحابة في ذلك الوقت؟ الكثير الآن. وكم سمعوا من الرسول إنه علي ولي الله، وهو يعني لكن من دافع عن الولاية؟ فاطمة وبعض الصحابة، يعني على يعدون على عدد الأصابع. النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في حجة الوداع مسكه وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عادى، إلى آخر الرواية. ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ طلب منهم أن يعني طلب أنه يجلس الإمام علي في مكان آخر، في خيمة أخرى، وألزم كل المسلمين الذين حضروا في حجة الوداع أن يبايعوا عليا. وهذا شو المعنى؟ أكيد هذا بيان للأمة. نعم. إعلام. هذا الإعلام. وليس الإعلام الوحيد، وإنما كان هناك إعلامات كثيرة، حديث الدار وغيره. هل توجد آية في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا وليس على رأسها علي بن أبي طالب؟ نعم. طبعا نأتي أولا إلى تكليفها الشرعي أنها زوجة، وزوجها ناصح وأمين ومؤمن، فهي واقفة مع زوجها، وهذا حسن التوعد. علي مع الحق والحق مع علي، يعني ويدور أينما يدور معه. نعم. لكن هي يعني استنصارها ووقفتها مع علي هي لعلي؟ أكيد، يعني هي أسمى من ذلك، لله سبحانه وتعالى. يعني تخيل أنا فقط حتى هذا القرار للأمة. أحسنتي، تخيلي فقط لو أن بيعة الغدير حين يعني حدثت، وبعد استشهاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أصبح علي بن أبي طالب هو إمام الأمة، هل سنصل إلى ما وصلنا إليه الآن؟ الآن الإسلام غريب. نعم، غريب فعلا. نحن أحيانا نذهب إلى أماكن يعني نستغرب أين نحن؟ نعم. أين الإسلام؟ ولا أقول لك أماكن خارج، يعني أماكن بسيطة قريبة. أحيانا نحن في بيوت، يعني في بيوتاتنا نجد كثير من الأمور تحدث لا تمت للإسلام بصلة، إحياء بعض المناسبات التي مثلا من باب أولى أحيي سنن الأنبياء، أحيي سنة نبي الله محمد. كثير من السنن، وأتمنى لو نتطرق إليها يوما ما. ففاطمة الزهراء حين أرادت أن تنصر عليا هي أرادت نصرة الإسلام. أحسنت. يعني النبي محمد قضى سنين حياته كلها من أجل أن يبلغ رسالة الإسلام. فبالتالي هي منقادة لأمر الله. أكيد. ولكن الفئة الباغية والمنقلبة على عقبيها، وهذا ديدن كل الأمم، وتطرقنا إلى ذلك سابقا، أنه الثبات هذه نعمة. نعم. والله أحيانا حين يعني يبكي الإنسان في لحظة ركوع أو صلاة لا يفرح بنفسه حقيقة، لأنه اللي يشهد بدر ويشهد أحد ويقاتل ويقف بمعركة ويقول له هذا من كنت مولاه فهذا، يرجع ينقلب على عقبيه، يحرق. أسأل الله حسن العاقبة. أسأل الله حسن العاقبة. نعم، وحسن الخاتمة. هذا أمر مهم جدا. نعم. يعني بلعم بن باعورة كان من الذين يحملون يعني الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، لكن انقلب على عقبيه، وحقيقة توفيق. توفيق. نعم والله توفيق. نعم، وقصتي يذكر القرآن الكريم. نعم.
إذا نأتي إلى اتخاذ القرار في حياة فاطمة سلام الله عليها، وقلت القرار المهم جدا كان في نصرة علي عليه السلام، نصرة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي نصرة للولاية، نصرة للإسلام، للدين. نعم، نصرة للدين. نعم، رغم أنها كانت يعني أحيانا أنت تقف أمام هذه الحوادث حقيقة في عين خجلة. يعني أنت هسه لو خطيب جليل يموت، خطيب جليل مو نبي، ويأتون أصدقائه وصحابته ومريديه فيدخلوا على الدار ويهجموا عليه ويطلبون أنه مثلا من الشخص الموجود في الدار تعال إلا تبايع الشخص الفلاني، هذا ما يعني هذا لا وارد ولا في قيام ولا أخلاق. نبي الإسلام يعني فاطمة ذلك المكان الذي كان الرسول كله يعني على مدار ستة أشهر يسلم على أهل الدار، يبين للمسلمين أجمع مكانة أصحاب الدار. النبي محمد صلوات الله عليه يقال وذكر في الرواية أنه حين يريد أن يدخل على ابنته فاطمة في دارها يستأذن، نعم، فيقول لها هل أدخل، ثم يقول لها أنا يعني يوجد أحد معي فهل أستطيع الدخول. يعني هذه السيدة التي لا رسول الأمة وهو أبوها كان ماذا يريد أن يقول لهم؟ سوف تنقلبون وسوف تدخلون بدون إذن صاحبة الدار وسوف تكسرون ضلعها وسوف يعني حتى يعني احنا نقولها بالعامية دمها ما برد بعد، نعم بعد دمها ما برد، انتظروا يعني حتى لم يتم تغسيله ولا تكفينه ولا ولم لم يتم دفنه ولا ذهبوا الى السقيفة وثقي وثقي انه مرات بالعامية شو نقول اخذني على اخوان، يعني هاي العبارة انه اخذني واني انا ملتهب عندي مصيبة، نعم مصيبة ما اعظمها انه انا فقدت نبي الأمة. لعل من اعظم القرارات التي اتخذتها فاطمة عليها السلام هي انها طلبت من علي بن ابي طالب عليه السلام ان يدفنها ليلا وان يواري قبرها وان لا يعثر عليه احد، وفي هذا رسالة الى كل الأمة الإسلامية مع تعاقبها. نعم الى يومنا هذا. نعم، سيدة نساء العالمين من الأولين إلى الآخرين نحن لا نعلم أين قبرها. لماذا؟ أولاً تخاف عليه من النبش، ثانياً تخاف عليه من الحبر، ثالثاً هذا فيه إشارة للسخط والغضب وعدم الرضا، وفي هذا أيضاً تأكيداً على رفض الروايات التي تقول أنها سامحت من أرادوا اغتصاب حقها وغصبوا حقها، مو وغصبوا حقها. نعم، كان الغصب في ذلك الوقت وما جرى على فاطمة سلام الله عليها سلام كبير الله جدا. إذن اتخاذ القرار حتى بعد مماتها ماذا سيكون؟ هذا قرار يعني متعاقب. نعم، وسيظهر إن شاء الله في هذه الوصاية إن شاء يعني الله. سيظهر إن شاء الله وسننعم بإذن الله بزيارته إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الحديث عن فاطمة حديث ذو شجون وحديث جميل، ويعني عبادة لله سبحانه وتعالى عندما نتحدث في أهل البيت عليهم السلام. ولكن وصلنا إلى فاصل، نأخذ استراحة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا وإياكم وهذه الأيام الفاطمية وهذا البرنامج الفاطمي إن شاء الله. للحديث بقى ابقوا معنا. اتخاذ القرار من الأمور المهمة بحياتنا، ويجب أن نقتدي بالأئمة والصالحين وخاصة مولاتنا الزهراء ونحن كنساء وحتى الرجال. الزهراء كانت لها القرارات المهمة من أجل إحياء الأمة، من أجل إحياء الإسلام. ربما نحن في حياتنا نتعرض لكثير من الأمور اللي يجب أن نأخذ فيه قرار فيه رضا الله سبحانه وتعالى. يسرنا أن نلتقي بأخت مؤمنة، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أم محمد يا أهلا وسهلا بك أم محمد، الله يحفظكم. أم محمد، اتخاذ القرار شيء مهم بحياتنا طبعاً، ولكن يجب أن يكون به رضا الله سبحانه وتعالى. شنو الشيء اللي اتخذتيه قراره وقلتي هاي مثلا على خطى الزهراء ان شاء الله؟ شوفي، انا اتخذت اصعب قرار بحياتي وهو اصعب قرار حياتي، يعني انا مختاره بين اولادي وبين امي. زين، امك شنو بيها؟ امي يعني مقعده وعاميه صماء، وانسان يعني شو اقول لك، يعني مثل ما تقولين تعبانه كلش. نعم، ماكو احد يداريها؟ كل شيء، ماكو احد، ما عدا احد غيري. زين، منو خلاك بين هالموقف انه اولادك وزوجك او امك؟ يعني زوجي قال لي تختارين يا اما اولادك يا اما امك. نعم.
زين أنا إذا أعوف أمي نعم. أم تظل يعني أنت يعني يعني ما لها يعني ما حد أكو من يعينوها بس ما يداروها مثلي نعم. ما حد يقدر يعطيها يعني رعاية مثل ما أنا أعطيها رعاية. اتخذتي القرار اتخذت القرار إنه أترك الأولاد أترك أولادي في سبيل أمي مع العلم إنه أولادي واصلين وكبار ويفتهمون. إذن أنتي قلتي إنه أولادي لهم يقدرون يدبرون حالهم يقدرون يرتبون وضعهم ويقدرون يعيشون لكن أمي إذا أعوفها لا. قرار صعب قرار مهم كلش قرار ولكن بيرضى الله بس تعالى. الحمد لله وشكر إن شاء الله بيرضى الله ورغم أنه أنا عفت أولادي بس أولادي ظلوا يتوددون إلي وظلوا يعني فرحانين بهذا الموقف نعم. رغم أنه أنا عفتهم إن شاء الله أنت أيضا أولادك راح يبرون بيك إن شاء الله إن شاء الله دائما على خطى الزهراء هو أنا هذا أمل برب العالمين أنه اللي سويته لأمي راح أحصل الله إن شاء الله أحصله من أولادي هم يجازون وإن شاء الله ما أصل بالموقف اللي وصلت بي أمي لأن كلش تعبت أكيد أكيد موفقة إن شاء الله رحم الله والديكم مشكورين شكرا رحم الله والديكم. السلام عليكم. نعم أحبتي الكرام اتخاذ القرار من الأمور المهمة ولكن عندما يكون القرار واتخاذه في عين الله وفي رضا الله أكيد سيكون على خطى الزهراء سلام الله عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لك الآن. أجورنا وأجوركم يا عيوني. حاجتنا الكريمة اتخاذ القرار من الأمور المهمة بحياتنا ولكن يجب أن يكون في رضا الله سبحانه وتعالى. شو القرار اللي شفتيه مهم وأخذتيه وقلتي هذا برضا الله سبحانه وتعالى على خطى الزهراء؟ والله صبرنا هواية لأنه أنا بالنسبة لي صبرت كلش يعني وجاهدت في سبيل جهالي وفي سبيل زوجي. اتخذتي قرار؟ اتخذت قرار يعني أول ما اشتغلت وبعدين الله هي أحيالة هاي الوظيفة وصرت بها والحمد لله وساعدت بخدمة أهل البيت بخدمة الله وأهل البيت نعم, نعم. ساعدتهم ووقفت وياهم ولحد الآن أنا وياهم واقفة وياهم نعم. يعني البيت كل جهودي وياهم نعم. والصبر من الله وأهل البيت وفدوة اسمها الأم الحسن جاهدت في سبيل الله وأهل البيت يعني على كلمة الإسلام على كلمة الإسلام فجاهدنا وإحنا إن شاء الله نقدر عليه نجاهد سنتي موافقة إن شاء الله تسلمين يا روحي هلا بيك حبيبتي يعني. إذن ما زلنا مستمرين معكم إن شاء الله باستطلاعات أخرى نلتقيكم. عدنا والعود أحمد. نعم وكيف لا يكون أحمد وهو في حق فاطمة وفي صفات فاطمة ونهج فاطمة. اليوم كان حديثنا في البارت الأول من البرنامج عن الزهراء سلام الله عليها واتخاذ القرارات. تحدثت مع ضيفتي السيدة الفاضلة الدكتورة فرح الفاضلي عن أهمية اتخاذ القرارات وكيف بهذه المرأة العظيمة الحكيمة الصديقة اتخذت قراراتها لأجل مصلحة الإسلام والمجتمع أجمع وهذه القرارات كانت عظيمة وحاسمة. عودة لك سيدتي الفاضلة عن القرارات واتخاذها. الآن يعني أرض فداك واختصم تلك الحق من فاطمة نعم. قرار كبير جدا أنه تخطب فاطمة تخرج للقوم تذهب إلى مسجد رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وتخطب تلك الخطبة الرائعة خطبة الزهراء خطبة الفدكية المعروفة بالخطبة الفدكية لكي تبين للقوم ودفاعها عن حقها ليس فقط المادي ولكن تعطي درسا للأمة أجمع نعم. أنه لا يضيع حق وراءه مطالب. أحسنتم. السيدة الزهراء هي تجسد موقفا نسويا نسائيا محضا نعم. وهو ماذا؟ فقبل أن تعطي درسا للإنسانية بأجمعها هي تعطي درسا لي ولكل امرأة أحسن. وهو أنك بل حتى للرجال يجب أن قدوة للرجال والنساء هي قدوة للرجال والنساء هذا نحن يعني خلينا نقول منتهين منه نعم. ولا يختلف عليه اثنان. السيدة الزهراء عليها السلام لا تخرج من بيتها إلا لأمر جلل فهي الصديقة الطاهرة المنتجبة ولا تبرز للأجنبي إلا لو كان الأمر يتطلب ذلك نعم. طيب اليوم السيدة الزهراء لما اختصب حقها في أرض فدك ونحن نعلم أن السيدة الزهراء حين أعطاها الرسول ووهبها هذه الهبة وهي أرض فدك لم تكن تأخذ منها إلا كل يوم قوت يومها والباقي توزعه على الفقراء والمساكين نعم. فأول أمر فهي لديها التزامات اتجاه المجتمع المجتمع
ومسؤولية مجتمعية، وهي بحاجة إلى أن يكون لديها هذا المال الذي هو أصلاً من حقها. نعم. كي تؤدي ماذا؟ كي تؤدي مهمتها ورسالتها الاجتماعية. سنتي. أنا اليوم إذا ما عندي الأموال اللي تسد جوع الفقير نعم. وتكسي العريان وتطعم الجائع، أنا كيف أستطيع؟ هذه الأمر. الأمر الآخر، الدرس الذي هو من أهم الدروس، أنه هي حققت الهوية أو الرسالة الإعلامية للعالم. كيف؟ يعني كيف؟ هذا شوفي النص يخلد. فهذا النص الذي وصلنا عن فاطمة هو ليس فقط نص امرأة غاضبة لأجل إرثها. ولاحظي جميع من الآن في الآن دائما يمكن لاحظت أضرب للمشاهدين الكرام أن يذهبوا إلى الخطبة الفدكية ويقرأوا يقرؤون يعني بتمعن وباتقان حتى يعلموا ماذا أردت فاطمة من الأمة عندما كانت بهذه الخطبة في مسجد الرسول، بينت لهم ماذا كانوا وماذا أصبحوا بعد أن أسلموا وأصبحوا مسلمين جميعا. الآن أي أحد يغتصب حقه بالإرث عادة ما يتعامل بعيدا عن العقل والمنطق، ما أعرف لماذا يعني أحيانا يضيع حق الناس التي تملك حقا يضيع. لكن فاطمة سلام الله عليها كانت خطبتها مليئة بالأدلة والحجج والبراهين والمنطق والقوة. هي أعطتني درس أنه المرأة يجب أن تدافع عن حقها. هي أعطتني درس أنه المرأة لها كيان ولها صوت مسموع. أحسنت. ولها كرامة. هي أعطتني درس أنها بليغة وذات لسان مبين. كل هذا يستدعي منا نحن النساء أن يكون النساء وكل الناس بالفعل أثناء المطالبة بالحق أن يكون لساني فصيح، يكون لساني يفهمه القوم وأسقط عليهم الحجة أمامهم وأمام الآخرين. بعد ذلك غصبوه ولم يعطوني إياه. هذا يعني نعم هم والله سبحانه وتعالى هي عليها المطالبة، هي عليها المطالبة. نعم. وكان بإمكانها أن لا تطالب ويعني تأخذ جانبا وتكتفي بأن يعني تعيش أيامها وتعلم أنها من أول من يلتحق برسول الله. نعم. ولكن أعطى الدرس في اتخاذ القرار أنني أدافع عن حقي. نعم. هل يحتاج اتخاذ القرار إلى شجاعة؟ يحتاج إلى تسديد من الله سبحانه وتعالى. نعم. يحتاج أن نتحدث عن السيدة الزهراء. السيدة الزهراء أم الشجاعة، لأن هي شافت وواجهت وعاصرت كثير من الصعاب، وهي أصلا إنسانة مختارة من كل هذا الكون. هي فقط عندنا سيدة نساء العالم. نعم. فقط الزهراء، ما عندنا أحد من الأولين للآخرين، كل من قبلها سيدة نساء عالمها. نعم. فحين نتحدث عن الزهراء فهي لتحمل قدرات خاصة. لكن احنا نتحدث عنا نحن، نعم اتخاذ القرار يحتاج إلى شجاعة، وأحيانا اتخاذك للقرار قد يكون خاطئ. إذا يعني اتخاذ القرار بين اتخاذ القرار الصحيح والشجاعة. غير الشجاعة هناك استراتيجيات دراسة القرار. أحسنت. يعني أنا لازم أعرف هذا القرار ماذا سيتمخض عنه. قراري أنه أنا مثلا في كثير من العوائل إذا أنا أطالب مثلا بإرثي ممكن أخسر إخواني، هم إخواني مثلا ممكن أنا يسمح لي الوضع أنه أتنازل مثلا بقلب وبرضى ورايح الأهلي ممكن. هذا قرار مستند إلى ماذا؟ مستند إلى أنه أنا مثلا أريد صلة الرحم. لكن لما يكون الموضوع أنه أنا أتخذ قرار فيه صلاح الأمة أو في صلاح الدنيا وفي صلاح نفسي وآخرتي، أكيد لا أتوانى وأدرس ما هي تبعات هذا القرار. أحسنت. نعم. إذن كيف يمكن للإنسان أن يوازن بين التفكير العقلاني وبين الإيمان واتخاذ القرار؟ هو السؤال صار صعب. إيه. أحياناً بعض الأمور يأخذنا إليها القلب والشعور. وأنا في يعني أحياناً أن تسأليني سؤال هو مو بكتاب أجاوبه، سؤال قرارة نفسي. أنا قلبي هو عقلي. نعم. مو عقلي هو قلبي. مه. يعني أنا كثير من الأمور أسويها لأن قلبي
أشار إلي. ما أريد أدخل بقضية تفسير قرآن، لكن حتى أقرب المثل. وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه، وإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أحسنتي. ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. نعم. تمام؟ هذا قرار. أكو امرأة عاقلة تشمر ابنها بالشطر في اليم. في اليم. أنا أحكي يعني دا أتحدث للتوضيح. نعم. هل يوجد عقل في أن أنا أرمي طفلي باليم؟ هذا يعني حتى أقرب المثل، هذا الإيحاء والشعور الداخلي أنه أنا في بعض المواقف، كل إنسان لديه موسى. هسه هذا موسى فلوس، موسى دراسة، أحسنتي، موسى هدف، موسى أهل، سفر، موسى فلوس، هجرة، شيء أنت متعلق به كتعلق أمي موسى بموسى. نعم. الله شو يقول؟ فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. في كثير من المواقف أنت تحتاج بالقرار أن تتخلى عن كل غال ونفيس وما تخاف، ترجع إلى إيمانك وإطمئنانك القلبي والروحي. نعم. تسكن لله سبحانه وتعالى وتقول أنا سأتخذ هذا القرار ولكن ساعدني فيه يا رب، ساعدني فيه. في حين لو تعودين إلى يعقوب، قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. خاف حزن. أم موسى أو حالها لا تخافي ولا تحزني. من خاف وحزن استمر الابتلاء ما يقارب 40 أو 49 عام، لا أتذكر الروايات. نعم. إلى أن جاء إلى أهلي. متى جاء؟ حين تخلى تماما عن إسماعيليه. نعم. أنت الآن القرار تقول لي عقل، أحيانا بعض القرارات ما تحتاج عقل، تحتاج شعور، تحتاج إيمان، تحتاج استفتي قلبك. إذن كيف أوازن؟ لازم يكون إيماني جدا قوي. يعني كأمي موسى مثلا. نعم. اللي هي إذن يحتاج منا نرجع لله سبحانه وتعالى. نعم. في كثير من قراراتنا ربي اختر لنا الصحيح في هذا الأمر، لا نعلم عاقبة الأمور، أنت الأعلم. كيف نعود إلى الله دائما؟ الكثير من الناس حين يرتكب بعض المعاصي مثلا أحيانا بسيطة أو كبيرة، يشعر أنه طرد من رحمة الله، لكن الله فيتوقف عن التواصل معه. جميل. هذه يعني رؤية للذين أثقلتهم الذنوب مثلا وابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال. نعم. أنا ما صليت الظهر والعصر، خلص أنا قطعت الصلاة، أنا بعد ما أصلي المغرب والعشاء. شوف الشيطان شون يشوه اتخاذ قرار غير مناسب، غير صحيح. فأنا اتخذت قرار أني خلص أنا ابتعدت. اتخذت، طيب أنا مثلا ما ملتزمة بالزي الشرعي بحذافيره، عندي ضروب وأنا أمشي في طريق الحسين مثلا، ماشي على طريق كربلاء. نعم. لا، يقولون مثلا هناك بعض، أنت لم تصلي أو لم تمشي بالطريق الصحيح، لا ليس عليك أن تذهب سيرا. أقسم بالله أن من يمشي على طريق الحسين إذا كان هذه السنة لم يلتزم سيلتزم. لأن أكو ناس توفيقات في هذا الوقت من السنة، خصوصا نحن في العراق هذه السنة تزامن العطل، فكثير من الناس يعني هو لو كان يريد أنه يقضيها بالاستئناس والاستمتاع يستطيع، لكان يذهب إلى الاستجمام. نعم. ويذهب ويفعل ما يحلو له. نعم. لكن هو لطف الله سبحانه وتعالى ورزق. نعم. محبة الحسين هي من جاءت به. نحن لا نقلل من أهمية طاعة الله، لكننا نقول عليك أن لا تترك الله مهما كانت لديك ذنوب. ابقى متمسك به وستصل لمرادك. ستصل. نعم. نعم. إذا نأتي إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. هناك من يتفائل ويثق بالله سبحانه وتعالى ولديه حسن الظن بالله. نعم. في اتخاذ كثير من القرارات. تأثير هذه الثقة بالله على اتخاذ القرارات. لاحظي، هو الموضوع ذو شقين. أولا يجب أن تكون مثلا ثقتي بالله في الوقت ذاته أنه أنا إذا أريد شيء من رب العالمين أعرف برضا الله،
إذا ما صار فيه مصلحة أعرف تماماً أنه هذا الشيء لا يريده الله لي، وحتى لا أسأل تسليم لله أبداً ولا أتساءل، ولا حتى يخطر مثلاً ما صار عندي أولاد ما أتساءل، أطلب أدعو في ثواب أدعو. ولاحظي أحياناً الإنسان حين يتعلق بشيء ما أن يترك تعلقه حتى يأتيه الله بما أراد. يعني أنت مرات يجيك الشيء بعد ما أنت خلص ما تريد، يعني شو بطلت بعد مدى، يعني لما عد أطلب هذا الشيء من الله، جاء بعد أن أسلمت وجهك لله سبحانه سلمت. نعم. وهذا ما فعله إبراهيم. إذن اتخاذ القرار أنه سلم أمره لله سبحانه وتعالى وتلى وجهه للجبين. نعم. فدعا الله سبحانه وتعالى مباشرة بذبح عظيم. نعم. ونحن على منهج الزهراء، حتى لا يفهم كلامي بشكل خاطئ من بعض المستمعين وهو أنه أنا أمشي وراء قلبي، أنا قلت القلب. نعم. ولم أقل ماذا؟ الهوى. أنت خالف هواك واتبع قلبك، يعني قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم. نعم. هذا القلب هذا ثابت. يعني اتصاله بالله اتصال مباشر. لكن الهوى خالف الهوى. إذا كان هواك في شيء ولو فيه ذرة عدم رضا الله، ذرة شبهة، ذرة ممكن تقعني، يعني نحن الآن نوضع في مثلا قضايا، مثلا أنه المرأة يعني تكون في مكان كبير، أو مثلا الرجل يكون في مكان، هذا قرار. نعم. أنت تكون لما تتخذه تعرف ما تبعات هذا القرار. هواك إذا هو اللي غلبك فسوف تكون صيدا سهلا للشيطان. صدق. لكن إذا قلبك كان هو المتحكم، هو الذي سوف يحافظ على هذه الفطرة السليمة. أحسنت. التي منبعها من؟ منبعها الرسول وآل البيت الكرام. أحسنت. نعم. كلمة أخيرة بدقيقة واحدة، ماذا تقولين للمجتمع والنساء بشكل خاص، بما أنه أنت امرأة ووصلت إلى ما وصلت إليه، درستي ودكتورة أكاديمية، كيف ما هي القرارات المهمة التي اتخذتيها في حياتك وقلت نعم هذا قرار صحيح وصائب ويجب على بناتي وبنات صديقاتي أن يتخذن هذا القرار؟ من بعض القرارات المهمة التي يجب على كل امرأة أن تتخذها وتتأسى بالزهراء عليها السلام، أن يكون الله ومنزلها أولاً. ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ تأتي الدراسة ويأتي العمل. يعني أنا أي قرار أتخذه في حياتي لازم أعرف هل هذا القرار أنا على عاتقي ويجب أن أحافظ على، يعني أنا مو رسالتي الأصلية مثلا اصلح الجيل، انا رسالتي الاصليه بيتي وصلاح البيت وصلاح المجتمع وصلاح الجيل. فبالتالي انه انا قراري لازم يكون متوازن وقائم على ماذا؟ على انه لا يؤثر على احد. يعني فيه صلاح لنفسي، فيه صلاح لمن معي، نعم، فيه صلاح للاخرين. كثير من القرارات هي فيها صلاح لنفسك لكن فيها اذيه على الاخرين، فيجب ان يكون قراري فيه نابع مصلحة عامة. نعم. يحقق مصلحة عامة. ما أقول إنه أنت تحترق لكن أنت تضيء. كيف أضيء؟ يجب أن يكون قراري متوازنا. جميل حقيقة أن يكون فيه المصلحة العامة، هذا أمر يجب أن يعني نقف عنده. هناك كثير من القرارات أكون أنانية فيه، لكن نعم. الآن عندما تقولين يجب أن أرى مصلحة الآخرين بالإضافة إلى مصلحتي، هذا أمر مهم جدا يجب أن نقف عنده. سيدتي الفاضلة الدكتورة فرح الفاضلي، شكرا جزيلا لك دكتورتنا الفاضلة العلوية فرح الفاضلي على مجيئك ومشاركتك وتسليطك الضوء وهذه الإضاءات التي جعلتها في حياة الزهراء من خلال اتخاذ القرار، وحقيقة كان هذا التبيان جدا رائع. أنا من أشكركم على هذه الفرصة التي منحتموها لي لكي أقدم شيئاً وأجعله بين يدي الزهراء سلام الله عليها، لعلنا
حين نحضر بين يدي الله نقول أننا قلنا شيئا عن حياتها. أحسنتي وبركتي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. تحدثنا في هذه الساعة التلفزيونية عن شيء مهم وهو اتخاذ القرار، وكيف كانت الزهراء صادقة وحاسمة في اتخاذ القرار لمصلحتها ومصلحة الأمة. نلتقيكم في حلقات أخرى بإذن تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.